يعني نبارك للعراقيين جميعا ولأهالي المواصل المدينة الصابرة التي عانت الأمرين بالانتصارات الكبيرة التي تحققت على أيادي القوات الأمنية بكافة مسمياتها وخاصة جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة الاتحاد وكل الأجهزة الأمنية وأبناء العشائر والحشود على الانتصارات التي حققتها على أرضنا والرحمة للشهداء والدماء التي أريقت على أرض نينوى والصبر لعوائل الشهداء والشفاء للجرحى ويعني نبارك لكل من ونشكر كل من ساعد أهالي نينوى في أزمتهم وفي محنتهم سواء كمساعدات إنسانية والدول التي شاركت في مساعدة العراق ومساعدة أهالي محافظة نينوى. نعم كانت لدينا مراقبة كبيرة جدا بالنسبة لملفات النازحين وخاصة مع وزارة الهجرة والمهجرين واليوم أعضاء من نواب محافظة نينوى وهم موجودين في لجنة الهجرة والمهجرين وأغلب الأعضاء اليوم يتابعون هذه الملفات قسم من هذه الملفات اليوم أحيلت إلى النزاهة وكان هناك اجتماع قبل أيام مع لجنة الهجرة والمهجرين مع وزارة الهجرة والمهجرين وحصلنا على أوراق تثبت بأن هناك عمليات فساد كبيرة جدا حصلت في الأموال التي خصصت للنازحين من محافظة نينوى من مبلغ الاستقطاعات. هذه المشكلة هذه المرالق تستقطع من الموظفين والمتقاعدين لتوزع على النازحين وأبناء الحشد ومع الأسف هؤلاء الفاسدين الذين لا يفرقونهم عن داعش، داعش دمرت وهؤلاء هم يريدون أن يحرموا النازح والمواطن الفقير حتى من هذا المبلغ البسيط الذي هو يستقطع من المواطن نفسه ليعيد إلى النازح. ستفتح هذه الملفات واتفقنا نحن أغلب نواب محافظة نينوى على أن تفتح هذه الملفات وتحال إلى النزاهة ويحاسب المفسدون الذين أخذوا هذه المبالغ. يعني مع الأسف نظام إنشاء المخيمات في مناطق صحراوية و يعني مناطق تفتقد إلى الخدمات بالرغم من أنه حتى اليوم المخيمات التي أنشئت هناك أيضا لدينا مشكلة في المخيمات قسم من هذه المخيمات أنشئت ويعني خصصت لها مبالغ وهي موجودة اليوم في العراء لا يسكن فيها نازح واحد أولا والمبالغ التي خصصت لهذه المخيم هي ذهبت في جيوب المفسدين. لو كانت هناك فعلا إدارة حقيقية لإدارة هذه المخيمات ويعني الاستفادة من هذه المبالغ لكان اليوم الوضع للنازحين أفضل كان أن المخيمات موجودة والمبالغ التي تخصص فيها ليس قليلة لأن يكون هناك مبردات توزع لجميع النازحين لكن اليوم مع الأسف ارتفاع هذه درجات الحرارة الكبيرة جدا وأيضا التقصير الموجود اليوم من قبل الكل تقصر في ملف النازحين بالرغم من اليوم هناك جهود موجودة يعني ليس أنا وغيري أغلب النواب وحتى قسم من أعضاء مجلس المحافظة لكن اليوم هذه لا تكفي اليوم نحتاج إلى يعني مساعدة من قبل الكل وأن تكون هناك خطة يعني واضحة وخطة استراتيجية لملف النازحين على مدى 3 سنوات حتى وزارة الهجرة مع الأسف بالرغم من الجهود التي قدمتها لكن هي قصرت في ملف النازحين واليوم ما لن نعيد الخدمات إلى مناطق محافظة نينوى لن نستطيع أن نعيد النازحين خاصة لنازحي الجانب الأيمن اليوم الجانب الأيسر عدد كبير جدا من النازحين لكن نحن أمام كارثة كبيرة وهي على مدى أشهر وأنا أتحمل هذا الكلام لن يستطيعون نازحين الأيمن أن يعودوا خاصة منطقة الوصول القديمة ما لم يكن هناك إعادة إلى يعني بناء الدور المتضررة أو تعويض المواطنين بمبالغ حتى يستطيعوا أن يؤجروا أو نعم. يعني يستفادوا من هذه المبالغ وتكون هناك حملة إعمار وبناء كبيرة جدا للمصر القديمة حتى يستطيعون الأهالي أن يعودوا إلى المنطقة. يعني دائما الحكومة المحلية تعطي حجج بأن لا تمتلك المبالغ لكن بعد أن يعني واصلنا وراقبنا المبالغ التي قلت في بداية حديث رفضت من صندوق من اللجنة العليا لإعادة الاستقرار هناك لجنة عليا لإعادة الاستقرار هذه فيها مبالغ خصصت في محافظة نينوى من استقطاع الموظفين رواتب الموظفين 3% من 100 إلى 125 مليار دينار عراقي هذه قيمة المبالغ خلال سنة واحدة لمحافظة نينوى وهناك صندوق إعادة الإعمار لمحافظة نينوى ومشاريع الأمم المتحدة الذي أيضا تخصص مشاريع لإعادة الخدمات في محافظة نينوى كل هذه المشاريع لكن لحدنا بالرغم من الساحل الأيسر بدأت بعض المشاريع
مشاريع تعاد، لكن نحن نتكلم اليوم أمام كارثة الساحل الأيمن. كيف مع هذا الفساد الموجود والفوضى الموجودة في إدارة المحافظة ستعاد الخدمات إلى الساحل الأيمن؟ نحن نبذل جهود. أنا اليوم ذهبت إلى أحدى من السفارات خلال الثلاثة أيام السابقة وحصلنا على منحة من إحدى السفارات الأجنبية لإعادة الماء، خدمات الماء والمسكري إلى محافظة نينوى، وسيكون لدينا تنسيق مع وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات وأيضا مع الأمين العام دكتور مهدي العلاق وصندوق إعمار العراق لتأتي هذه الشركات، وهي طبعا منحة وتبرع من إحدى الدول لتقدير مشاريع الماء والمجاري والصرف الصحي لمحافظة نينوى. لكن اليوم نحتاج اليوم إلى حملة كبرى بأن يكون هناك، ننتظر المؤتمر الذي سيأخذ إن شاء الله في الأشهر المقبلة لإعادة إعمار المناطق، سيكون هناك منح ومساعدات وقروض من كافة دول العالم وتقدم إلى يعني خاصة محافظة نينوى لأن نسبة الدمار كبيرة فيها جدا. ولذلك اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة بأن تكون هناك تكون جهة رقابية وخاصة للبرلمان على الأموال التي ستصرف إلى هذه المشاريع ومتابعتها حتى تكون موجودة على أرض الواقع ويستطيع المواطن أن يلمسها وتعود الحياة الطبيعية إلى محافظة.